خلينا نروح للاستاذة ديما. استاذة ديما يعني المثال اللي ضربته نادية حالاً دلوقتي هاخد منه السؤال اللي كنت مأجيله لحضرتك. تفضل. الاستاذة نادية بتقول انه بيبدأ يقول مساء الخير، ممكن نتعرف؟ يلا بقى قولي انا ديما. تفضلي. انا ديما. منين يا ديما؟ من الحتة الفلانية. يا ده انا محمد ناصر ساكن في واشنطن، مش كده المثال؟ ايوه. ممكن صورة يا ديما؟ المثال ده ينطبق على كتير من العلاقات، لكن سؤالي لو اني العروسة مشهورة، يعني مثلا حضراتكم حضرتك بتشتغلي في الإعلام، حضرتك بتشتغل في الإعلام وحضرتك بتكتبي مقال، طلع لك واحد كده قال لك ديما أنا عجبني مقالك الأخير عن البنت الفلسطينية اللي اتقتلت قتلها وأخواتها بدعوى إنها خرجت مع خطيبها، وأنه مقالك كان رائع جدا، أن مجتمع ذكوري إلى آخره، أنا أؤيدك جدا وكلام زي الفل. ده هنا في شخصي طرف في العلاقة معروف وهو أنت. هل العلاقة دي ممكن تثمر عن شيء أو مختلفة عن المثال اللي ضربته نادية؟ يعني أنا لا أستطيع أن أصنفها كمختلفة. شخصيا أنا أتعامل مع هذا النوع من التواصل بالكثير من التجاهل، لأنني إذا فتحت هذا الباب فلن يغلق، فيعني لا أحبذ التجاوب مع أي تواصلات شخصية، غالبا حتى لا أرد على الرسائل إلا باقتضاب شديد، لأنني لا أعرف إلى أين يمكن أن تصل هذه الأمور، خاصة إذا كان الشخص الآخر غير معروف بالنسبة لي. أحيانا يكون هنالك تواصلات من أشخاص معروفين، وحصل أحيانا مثلا طلبات زواج من أشخاص مثلا يعني جالك على مواقع التواصل الاجتماعي طلبات زواج. نعم أو رفضتيها كلها من يعني باب رفضاً. من لا باب لا من لا بس لحظة، بس من باب ان انت ضد التعارف عن طريق الانترنت؟ لا 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 ليس من هذا الباب. لا، عندما يكون الشخص معروفا ويعني له اسمه لا أمانع، لأنني أعرف أن هذا شخص جاد ويمكن أن يتحول الأمر إلى يعني شيء جدي بسرعة. يعني قبلتي طلب من الطلبات دي مثلا؟ يعني حاسس أنا داخل في المنطقة دي، يعني جالك طلبات زواج كتيرة جدا رفضتيها عن طريق الانترنت، لكن إذا كان الشخص معروف لديك أنت فممكن تفكري في الطلب أو تتجاوب معه. طيب الانترنت بقى له بقى ميزة هو يا ديما، خاصة لو الشخص مشهور زيك سواء كان راجل أو ست، يعني ليه بقى بتلغيه؟ ليس شرا بالمطلق، بالتأكيد نحن نتحدث عن الحالة العامة. ربما أيوة. عندما يكون الشخص مشهورا إلى حد ما، يعني لا أعتبر نفسي مشهورة، ربما يكون هذا استثناء، لكن نحن الآن نتحدث عن الشبان والشابات والمراهقين والمراهقات. لا يجب أن نقول أن لا يجب أن نفتح هذه الأبواب ونسهل عليهم الأمر.